صححته باش يكون معايا وباش يكون مع الناس اللي كينتقدوني باش يعاونني على الناس اللي كيحاولوا. الله يطول ليا في عمرك والله يخليك ليا اللي بغا الله هي اللي كتكون. حنا غادي نديرو وربي كيدير داكشي اللي بغا وانا يا وجهي حره فيه كندير داكشي اللي كيعجبني انا واللي كيرضيني انا. نتوما ما عجبكمش الحال ما يمكنش ندير داكشي اللي كتبغيو نتوما. هما حياتي هاد الناس فقط هما الحياه ديالي هما اللي كنشوف بهم النور. وصلوني شي انتقادات اللي ضروني مادام مني كيوصلك انتقاد الا انتقدوك انت تقدري تصبري وتقبليها ولكن مني كتوصل بهم الجرأة انهم تبارك الله مدينة مكناس راها شاكرة راسها راها مدينة عريقة معروفة بزاف الحوايج اللي فيها زوينين ومدينة زوينة وكتعجبني وكيعجبوني ناسها وماشي غير مكناس. انا كنبغي نقول كاع المتابعين اللي عندي في المغرب كامل والعالم كامل كنبغيكم وكنحماق عليكم وحتى الجمهور اللي عندي في مدينة مكناس انا كنبغيكم. ماشي تيتشابو تيتشابو لا في الجو ولا في كل شيء غير هو شي حوايج عندنا حنا في مراكش ما كاينينش في مكناس. وقيلا انا حيت ما نقدرش نحكم على مدينة مكناس بحكم انني ما دايراش فيها بزاف كتجيبني لا غير الخدمه ما كندورش ولا كنجي بحال هكا باش نتسارى ولا شي حاجه يعني ما يمكنش لي نحكم عليها ونقول لكم الحوايج اللي كاينين في مراكش ما كاينينش في مكناس. جاتني بحال جمع الفنا شويه. بغيت نقول لكوان نادا بوتي الله يكمل عليك بالخير وان شاء الله المزيد من العطاء والله يوفقك ان شاء الله وتكوني ان شاء الله قدوه للمراه المغربيه وكاع المراه اللي كتخدم على وليداتها الله يوفقها والله يكون معها. سنه مليئه بالحزن سنه مليئه بشي حوايج الخايبين فقدنا فيهم الناس اللي كنبغيو وفقدنا الناس العزاز وبعداتك على بعداتك لا على القريب ولا على البعيد. كنتمنى من الله ان شاء الله يا ربي ندخل علينا هذه السنه الجديده محيد علينا ربي هذا الوباء وهذه المشاكل كامله وتدخل علينا سنه جديده ماشي بحال السنه اللي فاتت ان شاء الله. دابا الا بقينا ان شاء الله كل شيء بالمشيئه ديال الله سبحانه وتعالى. اللي ما رضاهاش عليك الله ما يمكنش ديرها واخا تخطي فيها واحد الخطوه وتمشي لقدام وما بغاش لك الله تكملي فيها راه كتحبسي. يعني انا عندي واحد الحاجه كنقولها في دماغي اللي بغاها الله هي اللي كتكون. حنا غادي نديرو وربي كيدير داكشي اللي بغاه ان شاء الله ان شاء الله حتى نديروها ان شاء الله. وراه ماشي غير أميمة بعزية اللي عندها أعداء كاع الفنانة كيكونوا عندهم ناس اللي كيبغيوهم وكيكونوا عندهم ناس اللي ما كيبغيوهمش كينتقدوهم. يعني ذاك اللي كينتقدك مادام كينتقدك وإلا كيبغيك مادام كينتقدك وإلا كيتفرج فيك داكشي علاش كينتقدك. كون ما كانش تيبغيك ما غاديش يتفرج فيك ويكتب لك ويعطيك شي انتقاد خايب. لا ما مشاغبة ما والو سول عليا الناس اللي قراب ليا والناس اللي كيعرفوني ما عندي لا مع شغف لا والو أنا كنمشي في جنب الحيط. وهذا أش غادي يقول لك ربي كيقول لك المراه هي اللي خصها تكون جميله وتكون زوينه وانا يا وجهي حره فيه كندير داكشي اللي كيعجبني انا واللي كيرضيني انا. نتوما ما عجبكمش الحال ما يمكنش ندير داكشي اللي كتبغيو نتوما. انا نقدر نعطيكم داكشي اللي كتبغيو في الفن شي حاجه خاصه بيا ما يمكنش تدخلوا ليا فيها وتحكموا فيا. يعني كندير داكشي اللي كيرضيني انا بحكم راسي انا ولكن في الفن نقدر نقول لكم الراي ديالكم كيهمني بزاف زوينه بزاف هي مع الناس اللي قراب ليا ماما خالتي وخوتي وليداتي صافي هادشي اللي كاين. خلي الناس اللي بغي يقول شي حاجه يقولها كل واحد حر في راسه. اللي بغي يقول شي حاجه هو مناجر ديالي خويا صديق ديالي يعني على راسي وعلى عينيا واللي بغي يقول شي حاجه يقولها. شكرا لكم وما حدكم نتوما كتنتقدوني وربي كيزيدني. عائلتي اللي منهم كنهضر على خواتاتي وخويا وعلى ماما وعلى خالتي وعلى جداتي وعلى وليداتي هما حياتي. هاد الناس فقط هما الحياة ديالي هما اللي كنشوف بهم النور. الله يطول ليا في عمرك والله يخليك ليا.
هي وخوتي صراحة الله وخالتي كلهم كيساندوني، الناس المقربين ليا هما اللي كيساندوني بزاف، ولطفي حتى هو كيساندني بزاف. واخا مؤخرا كنت بغيت نحبس واحد شويه، واحد المده بغيت نوقف على الغناء، بغيت غير نتسارح شويه بحكم وصلوني شي انتقادات اللي ضروني. مادام مني كيوصلك انتقاد، الا انتقدوك انت تقدري تصبري وتقبليها، ولكن ملي كتوصل بهم الجراه انهم يقيسوا لك والديك ويقيسوا لك وليداتك، والا صافي الوليدات والوالدين خط احمر، يمكنش انك تصبري عليهم. يعني وليداتي وماما وخوتي هذوك هما حياتي بالنسبه ليا. ولطفي مني كنت غنحبس هذه المده ديال انني مني وصلوا بهم الدرجه يدعيوا ليا في وليداتي، كنت بغيت نحبس واحد شويه، وهو قال لي لا ما تحبسيش. والله يطول في عمره وشكرا ليه بزاف، الله يعطيه صحته باش يكون معايا وباش يكون مع الناس اللي كينتقدوني، باش يعاونني على الناس اللي كيحاولوا يعطيو واحد الصوره خايبه على امي المعزيه. غنحتفل في داري انا مع القانون وانا مع داكشي اللي كتقرر الحكومه. كان احتفال غادي نكون من الاوائل، ما كانش احتفال غادي نكون من الاوائل اللي كنجلس في داري، ما كنحتفلش انا براس العام نهائيا، ما كنحتفلش به، ماشي انا ما كنحتفلش به، حنا هكا تربينا وهكا كبرنا ما كنحتفلوش براس العام. انا ما قطعتكش، انا راس العام كنحتفل بحاجه وحده، حيت ولدي تزاد في لا فان داني، ولدي تزاد في راس العام. يعني الا بغيت نحتفل كندير حلوه لولدي من مورا النهار ديال راس العام. الله يوفقنا والله يقدرنا على القوم الظالمين الفنانه كاملين كنقول لكم الله يعطيكم القوه باش تكونوا مع الناس اللي ما كيبغيوناش. المغاربه كاملين كنبغيكم، المغاربه كاملين فوق راسي، والمغاربه كاملين راهما هذوك راه دمي. بغيت نقول للجمهور المغربي كامل تبارك الله عليكم والله يوفقكم والله يسر امركم. وبغيت نقول لندى تبارك الله عليك، وراكي مادام بديتي في هذه الخطوه والا راكي غادي تمشي مزيان، والله يوفقك والله يعطيك القوه باش تكوني مع الكليون ديالك ومع الناس ديالك. الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.